قال لك انا لي صديق في التجاره، وبعد سنوات افترقنا لاسباب لعدم المفاهمه في هذا الوقت. كلما زادني الله نعمه احترق في نفسه، وكلما لقيني لا يسلم علي، وحينما يلقاني في الطريق استدير بوجهه، وقررت الا اسلم عليه، وهل انا اثم؟ هذا السيد قال لك هذا داخل في هذا الموضوع نتاع اليوم. كون دائما كيسقسيو دائما في المواضيع اللي كتطرح في النهار مليحه، كنزيدو نطعموها بالواقع مليح. قال لك هذا واحد السيد كان مشارك مع واحد السيد دايرين شركه في التجاره، وجاب الله تعالى ما تفهموش وفترقوا. ومن اللي افترقوا سيد ربي هذا اللي هذا الشريك هذا اللي كيسقي، من اللي افترقوا ربي كان يكرمه، كان يكرمه، وكان سيد ربي يفتح له، تزيد التجاره تاعو تكبر، تزيد كذا، يتزوج، يدير لوطو، تبان عليه لوطو، تبان عليه شراء دار، تبان عليه. هذاك هذاك اللي كان شريكو من قبل منين يشوفو يحترق، الى درجه انه بقى لا يسلم عليه، لا يسال عنه. معناه ان الصداقه ديالو اللي كانت معاه كانت بنيه فقط على تجاره مؤقته، ما دامت عندي صالحتي فيك في التجاره، ولان نعتمد عليك انت تبيع وانت تشري، وانا غير مثلا غير بصح ملي مشيت لك لان انت ما فيك فايده، ومشيت درت انا راسي وربي نعم عليا، كتشوف بين هذيك النعمه اللي كان يتمتع بها وانا شريكه مشات له، فهو يرى انه هذا السبب تاع حرماني بتلك النعمه، فيحترق قلبه لحد لا يحترق قلبه. معليش، لكن بدا واسمه يترجمها، هذا هو اللي غادي نتكلموا عليه مرة، يترجم السحر الى ماذا؟ الى مقاطعه، الى مدابره، الى ان يلقاه ويدور الاخر، انني نقول له السلام عليكم استي فلان، فلا يرد علي ببرود، فقاطعني، يحصره يحصره. ليكن خط فقط على التجاره، الاخوه المبنيه على الشيء الزائل اذا زال تزول الاخوه. احنا كنا خوت في الله وما تفهمناش في التجاره، نبقى خوت في الله، لان ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقرض وانفصل. اذا انت واش غادي دير؟ قال لك واش انا ما نبقاش نرد عليهم ما نسلمش عليهم؟ لا، انت ان شاء الله تبارك وتعالى سلم عليه، وحاول ان تمد جسور التواصل معه، ولا قدرت تجلس معه وتقول له ودي الله يجزيك بخير، علاش راك دير لي هكذا؟ رحنا خوت صاحبي، مالك واسمو دارك؟ وفاش ضريتك انا؟ انا بغيت نعرف فاش ضريتك. احنا كنا مده سنوات وحنا ان شاء الله تعالى خوت ونتعاملوا ونتعاونوا، وكيفاش هذا الشيء الذي وقع؟ الدنيا فنات، ما الذي وقع في هذه الدنيا حتى تقاطعني؟ الى استجب صح ما استجبش، انت اذا لقيته فسلم عليه، فانك ان سلمت عليه ولم يرد عليك ردت عليك الملائكه، ردت عليك الملائكة. فإذا سلمت عليه في المرة الثانية ردت عليك الملائكة، فإذا سلمت عليه في المرة الثالثة ردت عليك الملائكة. زيد، وبرئت بعد ذلك من إثم المقاطعة، فليبؤ هو بإثمه وإثمك، لأن المقاطعة هو سببها، أما أنت فقد برئت ذمته. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ايام، فيعرض هذا ويعرض، وخيرهما الذي يبدا اخاه بالسلام. بدا بالسلام، وحاول ان شاء الله تبارك وتعالى الى ربي جاب شيء صحه ما جابش، فانت قد برئت من هذا الاثم، فليبؤ باثمك واثمه، كما قال سيدي ربي على لسان الاخوين نتاع ادم ولاد ادم اللي قال له فتبوء باثمي واثمك فتكون من أصحاب النار. الله يستر يا رب.